السلام عليكم شباب، ان شاء الله تكونوا بصحه جيده. معكم فريخ رياكشن في فيديو جديد ورياكشن جديده. اليوم غنشوفوا رابر من جيل الصاعد ديال السين الليبي اللي اسمه شاهين. تراك جديد ولكن ديس تراك هو في الصراحه اللي اسمه النيزك. اجي نشوفوا هذا النيزك هذا على من غينزل، اش من رابر انا الصراحه ما عرفتش، ولكن نتوما البركه فيكم تقولوا لنا في التعليقات مع من هو بيفي شاهين. يلا ليتس جو. كنبغي نشكركم عاوتاني على التعليقات، وشوفوا التراك اللي نزل دابا ديال سمحه ديال رابر للفريني، رابر من السين السوداني حتى هويا. وحنايا غادي ان شاء الله تنديروا تراكات كاملين، وان شاء الله كيف ما قلت لكم في رمضان غادي نبداو نديروا توب 10 ونديروا احسن تراكات، رجعوا فلاش باك وبحال هكا ان شاء الله يكون رمضان مره نهار يا نهار لا، مهم نعمروا لحو مره فيديو. اوكي شباب، ولكن نساوش الصلاة، اللي ما كيصليش يمشي يبدا يصلي. رمضان هذا تكون ان شاء الله الانطلاقه ديالك، ومن بعد رمضان ما نقولش لكم سيروا تريني ودابا ولا سير دير الرياضه دابا، بعد رمضان ان شاء الله جمع بيناتهم بجوج، الامور تكون طيبه ان شاء الله. هادشي اللي كاين، يلا ما كثرش عليكم، تشيك ذا مايك تشيك ذا ساوند، ونزل عمل لنا اشتراك الى اول مره تشوف فريخ رياكشن، ولايك واعطينا رايك في الديستراك ديال شاهين نيزك. يلا معلم اعطينا بلاي. يا او يا شاهين ماذر فاكر ووي نيزك ان ذا هاوس نيزك. اقول يا خالي رب مهمش وباري نسبش حد عشان قوي ما يبزوا لي الشباري يا سلام كم عالي نعطي كامش اسراري تبي تعرف شخصيتي راقب موجز اخباري اسطوره مسقعات حبر في ضغط عالي. لا 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 كاين مستقبل في الراب سينس الليبي. لا شي لا واعره فلو تكنيك سليم الشاهين. اقول يا خالي رب مهم الشباري نسبش حد عشان قوي ما يبزوا لي الشباري ديما فوق عالي نعطي كامش اسراري تبي تعرف شخصيتي راقب موجز اخباري راق موجز اخباري يا مسقعات حبر في ضغط عالي نعزق لك سطر مجمده ما سالك في الكلاوي عندك كش قدر عاري يا عمي الوداوي احسب قدرك وقول لي كم نعزق لك من اموالي كوف وثق يا خالي اللي بالك مش في بالي يا تقارنهم بيا الكوري يفرق على الالماني مش موظف اداري على المايك رابح صقر غير قول وين كنت لما كانوا برو يوزعوا في القدر انا المايك رابح صقر طب طب طوب طوب شاهين بالك مش في بالي كيف تقارنهم بيا الكوري يفرق على الالماني مش موظف اداري على المايك رابح صقر غير قول وين كنت لما كانوا برو يوزعوا في القدر انا الساعه تكتب لي انت العقرب بيكتب لك انا نغني للشارع وقت انت تغني لبنتك دير الجمهور تعبد انا نغني للشارع وقت ما انت تغني لبنتك يا طوب 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 فانش كدير درت هيبة للحومة وهو جاتها طايبة درستو ما سلومة شموخي قدري وانت بشموخ بنيتك عندك شرط في مصدر رابة كي تعال نخيطك اي الرايس مافيا وانت صبي في الحارة وري لك وجهي شوف مش لابس تلثيمة وكمامة مستقبلك شغالة تنفذ في اثر فخي امسك سياقة وسيق قدرك شور الصرف الصحي تطلعشت الشارع انت من المايك للحوش ديابة ما بين ناج مكتولين بوجهين خرطوش كل مسابو كرهينك طوب 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 تشارلت البيتس يا سلام انبوذ وجعني حالك يربح يا خالك باي معطار تحول مكانك حول سفرين من جنب المية نقلب لك كل واحد انسى كان طاحت حقك علي معش ندير فوضى ولا هرجع طوالت هلبة برشا كانك في اجازة اطلع ننكح للفين نفك التاج وتب ونشق على السلطة بدي رش الاواطة انتو لما تشوفوني تموتوا في جنبي شنطة فيها مايك ماشي بنحتل بلوتو طايح لوطة تل بلوتو اخويا نيزك هو وتا هو داير لكم هاد اللعيبه زرقاء اللمبه
يعني رنيزك نزل ما تضربش الحولة كان جينا كورة نفوز عليك ناخذ كاس البطولة كلمت شاروكية خيمتين صاحبي لقوم خيمة للرجالة وخيمة لدرايق المرحوم ربونيات يا صاحبي مش تريمة والفيل عندي حبري غطي المجاعة صاحبي ونهر النيل يا ملايين عين عندك اسطور ممعونة عندي اسطور فرعوني لا خوف على الرب ليبيا معلم هذا المستوى هذا كين رابر يلا يلا جاي في الطريق طوب يا سحر اسود ملعونة اصلي جديد بالباك وما في شوق تبيله خياطه نخش على السلطه بتاعه تنقوبع تقعد بسطاطه قدرك عند البلاطه نركب فيك بكلور اكس ليريكس رابر ديرونا ليريكس باش حيت شي كلمات راه ما تفهموش انا سبسي ومكياطه هو كرب وستاربكس هطا وقراطه قراطه ما فيش نبض ينجس جيتو الادرينالين باش شفت كلبين في قفص واحد كلب عربي اما ادرينالين ربي في قفص شكون راه مشى الجندي مشى شكون هذا شحال من رابر مشى الادرينالين اصلا المقدم ليبي دابا راه قال لك كتغني في قفص يعني من هذا سميتو السيزون الرابعه اللي داروا قفز اما في الاول كان غير باك جراوند حمار زرق كيلعب بحال كولرز جيتو الادرينالين باش شفت كلبين في قفص يعني كاع هذوك اللي مشاو الادرينالين باش تربيو في قفص واحد كلب عربي اما الاخر صاحبه ينبح واحد يوشوش في ود الاخر والاخر يفرح بروما ننكر اصلي متربي صح بلي حتى المقدم تا هو هز العصا لا مش برازيلي صامبا انا ليبي بلعب كرواتي متمسك بالمبادئ نحب نصحصح حشيشتي انت سوادك تبشك ناس سوادي في عيشتي واو بين وبين انت عدو للطرفين انا كمين احساس عديم وانت خريم برانزولين دنجال خطير دمار نسيت تحت يدين في العالمين good, 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 good. انت انثى كيف استقبل منك سلامات حريم غرجعوا لهادي غرجعوا لهاد الاوترو هذا دار وعر دار وعر بالاخر والاخر يفرح بروما ننكر اصلي متربي صح في بلادي لا مش برازيلي صامبا انا ليبي بلعب كرواتي متمسك بالمبادئ نحب نصحصح حشيشتي انت سوادك تبشك ناس سوادي في عيشتي ما بين وبين انت عدو للطرفين انا كمين احساس عديم وانت خريم برانزولين دنجر خطير دمار لسين تحت اليدين في العالم يا جود جوب انت كيف استقبل منك سلامات حريم يا نيجا جود جوب Good work bro يا سلام نيزك نيزك مهم وبلية الراب الليبي السوداني بقات لي في الراب الليبي كامل هزوا العصا المقدم ديال البرنامج واللي مشى انا بلي غير الجندي و جندي الراب يعني شكون هذاك الاخر حاج نوري شي واحد كتقولوا لي حاج نوري درت عليها درت عليها تراك ياك ممكن مهم ما علينا نتوما قولوا لي في التعليقات شنو هو البلان شنو رايكم قول لي شنو رايكم في هذا الشاب هذا اللي طالع الشاهين بل انا تكنيكمون فلو ليريكس ناضي ناضي وان شاء الله غنديروا عليه شي تراكات اللي ما يكونوش يكونوا ايغو تريب ولا هذا ما يكونش ديستراك دابا نديروه من بعد ان شاء الله مهم الشباب باش ما نطولش عليكم الى اول مره تشوف فريخ رياكشن نزل شارك في القناه وفعل الجرس ولايك لايكات يا شباب والتعليق مهم حيت هو اللي كيشجعنا باش ان هاد مادام ان في الفضاء باش هاد السفينه الفضائيه تمشي في عالم اليوتيوب ان شاء الله اوكي شباب شوفكم في فيديو اخر بيس اند لوف سلام